أهلا وسهلا بكم في زابينج 9 مساء. نبدأ اليوم بالأخبار اللي أثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق ببيع قناة التونسية الجهات الخليجية. أخبار خلى العديد يخافوا من تغيير خط التحرير برنامج. المراهق الوسيم لا بد أن نعرف أن للعلماء فتاوى في تحريم الخلوة بالشاب الوسيم. اليوم أنت مثلا لو قابلت يعني شاب وسيم واختليت فيه بصير كارثة بتسلسل. جيم بعد ذلك تكذيب وخبر صار يقولوا أنه الشاري ما هو إلا سيد سليم الرياحي. خبر فرح نسبة كبيرة من المشاهدين. هشتكنا وبشتكنا يا ريس، ده انت رئيس والنعمة كويس. نمر الحديث على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية واللي خرج أنصاره على الفيسبوك النشيد الرسمي للحزب. ترى للي حزب المؤتمر اللي عرف انتخاب السيد عماد الدايمي كأمين عام في بلاصة سي عبد. والنقد اللي فيه سب وشتيمة خاصة وقت يجي من شخص معناها يسعى إلى بناء نموذج صغير فاشل لبرلسكوني صغيرون. الله الله، شنو سي عماد سيبنا سي سليم رايد؟ يبدا اللعنة يبشخ لعنة، قول عدوك روح تليس. هشتكنا وبشتكنا رايد. هو في الحقيقة سي سليم عرف نهاية أسبوع خائبة بعد هزيمة فريقه ضد الترجي. لقاء خلى حارس الترجي كيفاش نقولوا يخرج الجرين تليفي. قولوا نحن مواصلين للجابون. أنتم سمحة ريحتها مثال. لا نحروش. على شقيقة حنا بعل رينا البارح الحاج منصف يوري مواهب ما كناش نعرفوه. قالوا لي اللي انت ترنيت الكوشينكار اولدي فماش حاجه ما عملتهاش. جيب لي بنيه قدامي نزل بنيه ينزل بنيه يا وديت يا ولد بنيه سي المنصف هيك ركبت له ابو سفير مسكين. نخدم قناه القلم الشقيقه واللي تمرر في فقره تلفزيونيه جديده قمه في الابتكار. عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت اسمها زابينج وفيها لقطات عمرها ما تعديت عنا. والسلام عليكم. سيدي على الأقل شاورونا وقولونا ولا حتى أعطيونا 50 مليون حق الملكية الأدبية. طب اديني حق الورد وانشنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.